الآن نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من ميسة، أهلا بكم. والبداية مع العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى تونس للمشاركة في أعمال الدورة العادية 30 للقمة العربية. اليوم انطلاق أعمال القمة العربية 30 برئاسة تونس بمشاركة الزعماء العرب. والقائد العام للجيش الليبي يؤكد أن بلاده ستشهد خلال الأسبوعين المقبلين انفراجة للأزمة الراهنة. وإليكم التفاصيل. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تونس في زيارة يرأس خلالها وفد مصر في فعاليات القمة العربية 30 التي تبدأ في وقت لاحق اليوم وتستمر يومين. هذا ومن المقرر أن تناقش القمة القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا والتضامن مع لبنان، وكذلك دعم جمهورية الصومال وقضايا أخرى، هذا إلى جانب ملف الجولان والقدس. وفي سياق متصل، انطلقت اليوم في تونس أعمال الدورة العادية 30 للقمة العربية بمشاركة الزعماء العرب وحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غواتريتس. ومن المقرر أن تناقش القمة العربية عدة قضايا بما فيها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا. وكان وزراء الخارجية العرب قد اختتموا اجتماعهم التحضيري للقمة بالتأكيد على التمسك بالسيادة السورية على الجولان، وكذلك التشديد على رفض التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة. أكد القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر أن بلاده ستشهد خلال الأسبوعين المقبلين انفراجة للأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد. جاءت تصريحاته على هامش ملتقى الشباب الأول الذي نظمته القيادة العامة للجيش للاستماع إلى مطالب الشباب خلال المرحلة المقبلة. وأضاف حفتر أنه عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام الحاصل حاليا بين مؤسسات الدولة. يزور رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري العراق اليوم لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. وأعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي في بيان لها أن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي سيكون في استقبال بري في مطار بغداد، وسيلتقي بري بالمسؤولين العراقيين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى توسيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع المعونات المباشرة لكل من دول السلفادور وغواتيمالا وأندوراس بأمريكا الوسطى بسبب الهجرة غير المشروعة. وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بأنها تدرس تعليق المعونات على عامي 2017 و2018 لهذه الدول الثلاث، والتي تأوى العربات المتنقلة التي يستخدمها المهاجرون العابرون للمكسيك ومنها إلى الحدود الأمريكية.
فتحت مراكز الاقتراع في أوكرانيا أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم لانتخاب رئيس للبلاد للمرة السابعة، وأعلنت مصادر إعلامية أن الاقتراع يجرى بحضور أكثر من 2300 مراقب بينهم 1500 أجنبي، بينما منعت السلطات الأوكرانية المراقبين الروس من المشاركة في قوام البعثات الأجنبية، وذلك في خطوة أثارت انتقاد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وإلى أخبار الاقتصاد، تعقد وزارة التموين اليوم مؤتمرا صحفيا لإعلان استعدادات الوزارة لتوفير المعارض والشوادر أهلا رمضان بالمحافظات كافة. من جانبه أكد دكتور علي المصلحي أنه سيتم زيادة وتكثيف المعروض من السلع سواء في المعارض أو المنافذ الثابتة أو المتحركة، وعمل مجموعة كبيرة من التخفيضات في الأسعار، وهذا من جانب شركات القطاعين العام والخاص لتلبية كل احتياجات المواطن من السلع وتوفيرها بأسعار وكميات مناسبة. يفتتح محافظ المنيا اليوم 4 مصانع جديدة بالمنطقة الصناعية بشرق النيل بتكلفة تصل إلى أكثر من 340 مليون جنيه. هذا وتشمل الافتتاحات عددا من المشروعات بمراكز المنيا ودير مواس وملاوي، حيث سيجرى افتتاح مشروع الصرف الصحي بعمارات الأوقاف بمقوصة بمركز المنيا بتكلفة 50 مليون جنيه، وإحلال وتجديد كوبري ترعة الإبراهيمية بمركز دير مواس بتكلفة 9 ملايين جنيه، ونفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومكتب بريد الروضة بمركز ملاوي بتكلفة 1,700,000 جنيه، بالإضافة إلى مدرستين ومركز شباب وملعب خماسي. استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بارتفاع جمعي للمؤشرات كافة، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 0.15%، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.3%، كما شملت الارتفاعات المؤشر المئوية الأوسع نطاقا بنسبة 0.8%. وإلى أخبار الرياضة، يزور دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم محافظة الوادي الجديد لحضور نهائي ملتقى ألعاب جامعات جنوب الصعيد، كما يشارك أيضا في ملتقى شباب الجامعات ومراكز الشباب بمقر ديوان عام المحافظة، حيث سيتفقد عددا من المنشآت الرياضية والشبابية. يستضيف فريق النجوم فريق الداخلية في 5 مساء على ملعب استاد بتروسبورت، وذلك ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري الممتاز، وفي إطار البطولة عينها وفي 7:30 مساء يلتقي مصر للمقصة الجونة على ملعب استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر. يستضيف ليفربول المحترف بصفوفه المصري محمد صلاح فريق توتنهام هوتسبير في 5:30 مساء على ملعب أنفيلد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع 32 من الدوري الإنجليزي، ويدخل الليفر لقاء اليوم محتلا المركز الثاني بجدول ترتيب البريمير ليج برصيد 76 نقطة، فيما يدخل توتنهام محتلا المركز الثالث برصيد 61 نقطة. رياضيا أيضا، يستضيف ريال مدريد فريق ويسكا في 9:45 مساء على ملعب سانتياغو برنابيو، وذلك ضمن منافسات الأسبوع 29 للدوري الإسباني، ويدخل الريال لقاء الليلة محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا برصيد 54 نقطة، فيما يدخل ويسكا محتلا المركز الأخير برصيد 22 نقطة. نهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى تونس للمشاركة في أعمال الدورة العادية 30 للقمة العربية.
اليوم انطلاق أعمال القمة العربية الثلاثين برئاسة تونس بمشاركة الزعماء العرب. والقائد العام للجيش الليبي يؤكد أن بلاده ستشهد خلال الأسبوعين المقبلين انفراجة للأزمة الراهنة. نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ونلقاكم في جولة جديدة. إلى اللقاء.